يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت لزوجتي في ساعة غضب تحرمي علي وذلك من باب التهديد، فما حكم ذلك؟ هذا يكون ظهار. إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو تحرمين علي، أو أنت كظهر أمي، هذا يكون ظهار، يكون عليه كفارة الظهار، لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ثم إذا كفر يعود إلى زوجته. نعم.